هل تعلم أن كل شيء زاد نقص؟ ماذا تقصد؟ مثلاً إن تناولت وجبة متوسطة من اللحم فهذا جيد، ولكن إن تناولت وجبة كبيرة جداً فستصيبك التخمة. هذا صحيح. مثلاً إن لعبت ساعتين في اليوم فهذا جيد، أما إن لعبت كل اليوم فإنك تهدر وقتك. نعم. ومثال على قولي كل شيء إذا زاد نقص يا صديقي. نعم. إن زرت صديقك مرتين في الأسبوع فإنه شيء جيد، أما إن زرته عدة مرات في اليوم فهذا يصبح إزعاجاً. هذا صحيح. وعلى سبيل المثال، إن أردت أن تشتري قميصاً جديداً فهذا مقبول. أما إن أحببت أن تشتري 10 قمصان جديدة فهذا يعد إسرافاً. معك حق. وإن أحببت أن تجلب قليلاً من الحلوى لأخيك فهذا أمر لطيف، أما إن اشتريت كل يوم 70 قطعة من الحلوى له فإنك تصيبه بالضرر. وعلى سبيل المثال، إن أردت أن تقبل أمك فإنك تسعدها، أما إن قبلتها كلما مرت بجوارك فإنك ستزعجها. وإن نظفت أسنانك 3 مرات أو 4 يومياً فإنك تحميها من التسوس، أما إن نظفتها 30 مرة. وإن طرحت مثالاً ما لفكرة لديك فهذا جيد، أما إن طرحت 70 مثالاً عن الفكرة نفسها فهذا لا يحتمل أبداً. حقاً، كل شيء زاد نقص. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.